الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. ميرنا إيهاب وأخبار اقتصاد والتفاصيل. ميرنا شكرا لكما محمد وإيمان. والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر الميثانول بميناء شرق بورسعيد. وأوضحت الهيئة أن خدمة التموين استغرقت ما يقرب من 6 ساعات لتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط. يأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة في استعادة دورها لتقديم خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، ومن ثم تعظيم الاستفادة من موقع موانيها البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. بحث مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريا يرماك مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نوغازي أوكونغو قضية حماية التجارة الحرة لا سيما في منطقة البحر الأسود والتي تتعرض للتهديد بسبب النزاع مع روسيا. واتفق الجانبان على بذل الجهود لاستعادة الصادرات الكاملة من أوكرانيا وتعزيز الأمن الغذائي في العالم لا سيما من خلال المبادرة الإنسانية الحبوب من أوكرانيا، وتعزيز دور منظمة التجارة العالمية في استعادة السلام في أوكرانيا والتغلب على الفقر والجوع في العالم. يتجه النفط لإنهاء الأسبوع على انخفاض بعد سلسلة مكاسب دامت 7 أسابيع، إذ طغى المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني على مؤشرات الشح المعروض، وكان صعود الأسعار على مدى 7 أسابيع مدفوعاً بتخفيض منظمة أوبك بلس للإمدادات. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنحو 18%، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 20% في 7 أسابيع المنتهية في 11 من شهر أغسطس الماضي. سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر خسارة أسبوعية في 8 أشهر مع تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي بضغط من مخاوف تتعلق بأفاق الاقتصاد الصيني والقلق من ارتفاع عوائد السندات. وخسر المؤشر بنسبة تقدر ب 3.1% خلال الأسبوع، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 23 من شهر ديسمبر. أما بالنسبة لأداء اليوم فقد تراجع المؤشر بنسبة تقدر ب 0.55%. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند الإغلاق بنسبة تقدر ب 7%، وتراجع بذلك بنسبة 2.8% خلال الأسبوع. أما في المقابل فارتفعت أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بصناعة الرقائق. أنهت سوق الأسهم في دبي وأبوظبي تعاملاتهم على تباين وسط هبوط أسعار النفط في وقت يراهن فيه المستثمرون على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الإمارات عملتها بالدولار وتتبع بشكل عام تحركات سياسة الاحتياطية الاتحادية، مما يعرض للمنطقة لتأثير مباشر من أي تجديد نقدي أمريكي. هذا وتتجه أسعار النفط لإنهاء هذا الأسبوع منخفضة بعد 7 أسابيع من المكاسب. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم محمد وإيمان. شكرا لك.